منتخب مصر بيفوز على اثيوبيا 1-0 وبيتصدر المجموعه. منتخب مصر النهارده بلا زمالك. مصر النهارده عباره عن النادي الاهلي، عباره عن بيراميدز ومحترفين ولاعب من فاركو، وزمالك مفيش في منتخب مصر. هكلمكم بالتفاصيل عن احداث المباراه بين مصر وبين اثيوبيا، هنتكلم عن المجموعه وتصدر منتخب مصر ليها، هنتكلم عن روي فيتوريا الذي لم يهزم مع منتخب مصر في ولا مباراه حتى الان، نمسك الخشب كده ان شاء الله تكمل على خير بصعودنا لكاس العالم، وده الهدف الاهم بالنسبه لنا. هنتكلم عن المباراه، عن هدف مصطفى فتحي، عن اللعيبه اللي كانت على الدكه ونزلت، عن غياب محمد صلاح، عن لعيبه النادي الاهلي اللي في المنتخب، عن كل التفاصيل في مباراه كانت رسميه لكن تحس انها وديه كده. تفاصيل كتير جدا، لايكات وشير على قد ما تقدر، خلي اللايف يوصل لكل حته. وقبل ما نبدا كده في الكلام عن المباراه، عايز اقول لكم ان بكرة بإذن الله الساعة 3 هكون على راديو أون سبورت لأول مرة بإذن الله رسميا. هنتكلم في حاجات كتير جدا على راديو أون بكرة الساعة 3 لمدة ساعة كاملة إن شاء الله. هنتكلم عن الأهلي، عن الزمالك، عن بيراميدز، عن منتخب مصر، عن السوبر ليج، وعن السوبر الأفريقي، وعن الدوري السعودي، وحاجات كتير جدا. فاستنوني إن شاء الله الساعة 3 على راديو أون سبورت اف ام بإذن الله. هستنى كده رأيكم في الحلقة إن شاء الله، اللي لو قدرت هحاول أنزلها لكم عندي هنا لو مفيش حقوق والكلام ده كله اللي انتوا فاهمينه. خلينا نتكلم بقى على تفاصيل المباراه. نبدا الاول بالمجموعه. رسميا منتخب مصر بيطير لامم افريقيا، وده الطبيعي لما تكون مجموعتي فيها غينيا اثيوبيا ملاوي، الطبيعي ان منتخب مصر يتصدر المجموعه بكل قوه وبكل سهوله. منتخب مصر فعلا لعب 6 ماتشات، قدر يكسب 5 منهم وخسر مباراه واحده، وما كانش بيدربنا فيها روي فيتوريا بالمناسبه، المباراه اللي خسرناها برده من اثيوبيا لكن بره على ملعبهم، كان بيدربنا ساعتها مدرب تاني غير روي فيتوريا، وقدرنا ان احنا نخسر المباراه دي لكن بنكسب كل الماتشات الباقيه. ايهاب جلال طبعا هو اللي كان بيدرب في المباراه اللي خسرناها، كسبنا 5 ماتشات ب15 نقطه، مصر على الصداره، المركز الثاني غينيا معاه 9 نقاط وفاضل له ماتش يقدر يوصل ل 12 نقطه، عنده ماتش مع ملاوي متزيل المجموعه، مباراه لو خلصت 100-0 الملاوي كده كده غينيا هي اللي هتصعد في المركز الثاني، فالمباراه محسومه والمجموعه محسومه، مصر مركز اول، غينيا مركز ثاني، بعد كده اثيوبيا وملاوي بيودعوا المجموعات رسميا 100%. دي اول حاجه. ثاني حاجه خلينا اكلمك ان منتخب مصر النهارده بلا زمالك، زي ما بقول لك تخيل التشكيل الاساسي في 4 لعيبه من النادي الاهلي كلهم في الملعب، في عندك كمان لعيبه محترفين، في عندك من بيراميدز 3 موجودين في الملعب و3 محترفين ولاعب من فاركو، فين لعيبه الزمالك؟ كلهم على الدكه يا باشا. روي فيتوريا النهارده مش شايف ان في لاعب من الزمالك يستحق التواجد في التشكيل الرسمي. تخيل يبقى معاك محمد صبحي حارس مرمى، حسام عبد المجيد موجود معاك قلب دفاع، احمد ابو الفتوح باك ليفت مميز جدا، احمد السيد زيزو يقال انه افضل لاعب في الدوري المصري، والرباعي قاعد على الدكه، الرباعي مش موجود. الناس دايما بتقارن بين زيزو وبين حسين الشحات، الاهلاويه يقول لك اصل حسين افضل والزملكاويه يقولوا لك زيزو افضل، لكن في الاول وفي الاخر روي فيتوريا النهارده بيختار مصطفى فتحي اللي واحد من نجوم المباراه، اللي سجل هدف المباراه كمان، مصطفى فتحي مميز جدا جدا النهارده، بيختاره يلعب في الحته اللي بيلعب فيها زيزو وحسين الشحات. دايما النظر بيتوجه للاهلي وللزمالك، يقول لك الشحات، يقول لك زيزو، طب مصطفى فتحي يا جدعان اللي بيلعب في بيراميدز ملوش ظهير جماهيري، لكن مصطفى فتحي فعلا لاعب مميز جدا يستحق الاشاده، لعب مباراه كبيره جدا النهارده. زي ما بقول لك كده كل لاعبي الزمالك كانوا خارج المباراه، كلهم على الدكه، منتخب مصر بلا زمالك النهارده. لايكات وشير على قد ما تقدر، وخلينا نتكلم كده عن تشكيل المباراه اللي بدا النهارده. منتخب مصر بال 4-3-3، وهي تشكيله النادي الاهلي بالظبط بتتلعب بيها في منتخب مصر. واضح ان التوجه في الكره المصريه انتقل من ال 4-2-3-1 اللي فيها صانع العاب لعدم توافر صانع العاب مميز في مصر كلها، بقينا نلعب بال 4-3-3 ب3 ارتكاز في نص الملعب. امتى هيجي لنا صانع لعب مميز يا جماعه؟ من بعد عبد الله السعيد سنه كبر واعتزل دوليا مش لاقيين صانع العاب، قفشه مش قادر يقنع حد، عندك احمد حمدي اللاعب المحترف برضه مفيش قناعات قويه بيه، صالح جمعه ولاعب ما بيهتمش بنفسه، مين تاني صانع العاب موجود في مصر؟ مفيش صناع لعب، في يوسف اوباما برضه مع الزمالك سيء جدا، كل صناع لعب مصر للاسف سيئين جدا، فمفيش صناع لعب تقريبا موجودين عندنا. فبنلعب بال 4-3-3، في حراسه المرمى سوبر محمد الشناوي رباعي خط الظهر، على اليمين محمد هاني، على الشمال محمد حمدي لاعب بيراميدز
ثنائيه دفاعيه، عبد المنعم وعلي جبر، اثنين من الاهلي واثنين من بيراميدز، وحارس مرمى من الاهلي، ثلاثيه في نص الملعب مروان عطيه نجم النادي الاهلي، على يمينه حمدي فتحي نجم الاهلي السابق والمحترف حاليا في الوقر القطري، على شماله محمود حماده لاعب فاركو، على يمينهم مصطفى فتحي نجم بيراميدز، على شمالهم عمر مرموش محترف، ومصطفى محمد في الامام لاعب نينت الفرنسي اللي عمل مباراه برده كبيره وكان نفسه يسجل وكان يستحق يسجل. طيب خلينا نتكلم ان ده التشكيل اللي بدا بيه منتخب مصر مباراه تحس انها وديه، لان منتخب مصر صاعد 100% كده كده ومركز اول لو اتعادل بس، ولو خسر ممكن يصعد اول كمان. طيب بتلعب اثيوبيا اللي كده كده خارج المجموعه، فالمباراه تحسها وديه لكن هي رسميه، مباراه كمان كانت مهمه لمنتخب مصر رد الاعتبار، انت خسرت من اثيوبيا في المباراه الاولى فكان لازم النهارده تثبت نفسك، لازم النهارده تقول انا منتخب مصر وتكسب وتتصدر المجموعه ب 15 نقطه، ده اقل حاجه يعني. منتخب مصر بدأ بهجوم قوي جدا، المباراة كانت رايحة جاية يعني في أول الماتش شوية، كان في رأسية من محمد عبد المنعم هدف 100% بيتألق فيها حارس المرمى اللي ما تعرفلوش، طب ده حارس جامد قوي يا جدعان ولا حارس عادي؟ مصر الجول اللي دخل فيه غلطة منه بس في نفس الوقت تألق في أكتر من كورة، حاجة غريبة بصراحة، رأسية من محمد عبد المنعم بيتألق فيها الجول، بعد كده كان في تسديدة من مصطفى فتحي عدت جنب القائم كده، لكن منتخب مصر كان هادي خصوصا على المرمى، ما عملناش هجمات كتير لسه الانسجام مش واضح قوي، لحد ما تيجي الدقيقة 35 ومصطفى محمد مهارة وبيرفع ورأسية، لا ده مهارة هنا، لا دي مش كرة الجول، دي مش كرة الجول، الجول جه بعديها، في الدقيقة 35 كانت مهارة من مصطفى فتحي وبيرفع واحدة حلوة جدا على رأس مصطفى محمد لعبها لكن في ايد الجول، مصطفى محمد النهاردة اللي ليه تسديد كتير جدا على الجول، تسديد من بره 18 انفرادات، كرة فيها ركلة جزاء ما اتحسبتش، لعب كام واحدة بدماغه، عمل نشاط جوه البوكس ممتاز، طب ما مصطفى محمد بقى كابتن محمود الخطيب ونخلص الدنيا كلها ويبقى عندنا المهاجم وكمان عندنا مكان لمحترف، صراحة مهاجم مميز جدا مصطفى محمد، متألق في الدوري الفرنسي وعمل شغل جامد جدا النهارده، بعد كده في الدقيقة 37 والهدف الأول والهدف الوحيد في المباراة عن طريق مصطفى فتحي بعد تسديدة قوية جدا من مرموش بتقع من إيد الحارس بيعمل عليها فولو مصطفى فتحي بشكل كويس جدا وبيسجل الهدف الأول في الدقيقة 37 والهدف الوحيد زي ما بقول لك اللي جاب لنا ثلاث نقط مهمين، رد اعتبار مش أكتر لمنتخب مصر ونضمن صدارة المجموعة، وده العادي كبرياء منتخب مصر اللي لازم يقول كده. بعد كده في بعديها بكام دقيقة في جول لحمدي فتحي برأسية بيتلغي بسبب فاول، احنا جبنا حوالي 3 جوال اتلغوا النهارده، واحد اهو لحمدي فتحي في اخر الشوط الاول بيتلغي، بعد كده بيبدا الشوط الثاني مفيش تغييرات للمنتخب المصري، فرات في الدقيقه 50 لمصطفى محمد بيصدها الجول، بقول لك مصطفى عمل شغل كتير جدا النهارده، في الدقيقه 55 كان في ركله جزاء 100% صحيح برضه لمصطفى محمد لكن الحكم ما بيحسبهاش، حكم سيء جدا ومفيش فار للاسف موجود عشان يقول لك ان الكره دي ركله جزاء، بعد كده في الدقيقه 56 تسديده من مصطفى محمد كان اناني فيها شويه لان كان يمينه في ناس وشماله في ناس يقدر يودي اي حد انفراد، هو عايز يشوط بيشوط بقوه جدا، كره بتتصد وبتخرج لضربه ركنيه، بعد كده التغييرات بتيجي في الدقيقه 67 بينزل طارق حامد وبيخرج مروان عطيه اول لاعب من النادي الاهلي، بينزل كمان ابراهيم عادل وبيخرج مرموش، الله طب فين لعيبه الزمالك يا جدعان؟ لا مفيش لعيبه زمالك، قلنا منتخب مصر بلا زمالك لحد الدقيقه 67 تغييرين، ما بينزلش حد برده من الزمالك، بعد كده في الدقيقه 71 صاروخ بيشوطوه هم لكن بجوار القائم، بعد كده بينزل في الدقيقه 77 اخيرا احمد السيد زيزو بينزل وبيخرج مصطفى فتحي اخيرا لاعب من الزمالك شفناه في ارض الملعب يا جماعه، بعد كده في الدقيقه 78 خطا من عبد المنعم اللي دايما عنده فزلكه، عبد المنعم اللي كان مميز جدا النهارده واحد من افضل اللعيبه في المباراه، هقول لك مين اللعيبه المميزه واقيم لك اللعيبه، لكن النهارده عبد المنعم واحد من اميز اللعيبه، بيغلط برضه بفزلكه بتتاخد كوره بتروح عليك انفراد لكن بيتالق الشناوي، الشناوي حتى لو ما عليكش هجمات كتير الشناوي دايما حاضر، اول ما تيجي تلاقيني يا باشا وحش في حراسه المرمى الحمد لله بيتالق فيها وبيصدها، بعد كده اصابه اثنين لعيبه من منتخب مصر بيدخلوا على بعض بيدخلوا على بعض في حماس عالي جدا، ابراهيم عادل بيدخل على محمد حمدي وكوره كده حسينا فيها خطوره، ربنا يستر محمد حمدي يكون سليم لان ابراهيم عادل اطمنا عليه ان شاء الله محمد حمدي يكون سليم، وفي فعلاً الاثنين واقعين على الارض، فالشناوي بعقل كبير جدا بذكاء كبير جدا وبخبرات السنين يقع على الارض ويقلع الجوانتي كده في ادعاء اصابه عشان التغييرات تنزل، ما انا مش معقوله العبه بتسع لعيب، مش معقوله اثنين لعيبه واقعين على الارض هيلعبوني وانا تسع لعيبه، لا راح واقع محمد الشناوي مهدي اللعب جدا، بيحصل على طول تغييرات، بينزل ابو الفتوح مكان محمد حمدي في الدقيقه 91 كان خلاص الماتش خلص، بينزل سام مرسي وبيخرج حمدي فتحي اللي بيسجل جول سام مرسي بعد نزوله لكن برده بيتلغي بسبب فاول، وعلى مصطفى محمد مش على سام
مرسي. زيزو كان رافع كرة حلوة جدا، الجول فاضي، دخل مصطفى محمد بمنتهى القوة لكن احتك كده بالمدافع، فيها فاول من وجهة نظري، دي تتلغي فعلا، بتيجي بعديها لسام مرسي اللي بيحطها في الشباك الخالية عشان منتخب مصر، يتلغي له الجول ده برضو وتنتهي بنتيجة 1-0 فقط لمنتخب مصر عن طريق مصطفى فتحي. حبة الكريز، اللاعب الخفيف، اللاعب اللي عنده مهارات كبيرة جدا، اللاعب اللي يستحق مكانه فعلا في غياب محمد صلاح. النهاردة منتخبنا بيفوز، لكن فوز باهت، فوز على منتخب اثيوبيا، منتخب المفروض تصنيفه بعيد جدا عنك، طبيعي انك تكسب 3-4، تكسب مستريح مش 1-0 بس مفيش مشكلة، لان الدوافع لسه زي ما بقولك مش قوي، لسه كمان في لعيبة كتير جدا ما شاركتش اصلا، الموسم ما بدأش بالنسبة لهم، زي كل لعيبة الاهلي، زي كل لعيبة بيراميدز، كلها ماتشات اللي اتلعبت ودية، اللعيبة المحترفة تقريبا بس هم اللي شاركوا، حتى لعيبة الزمالك اللي كانوا نزلوا من على الدكة محدش شارك، الدوري المصري اصلا لسه ما بدأش. فنقول شابو لمنتخبنا، نقول شابو لروي فيتوريا الذي لم يهزم حتى الان، كل ماتشاته من ساعة ما جه كسبها كلها، كسب كل الماتشات بتاعت التصفيات، كسب كل الماتشات الودية، كسب كل حاجة لعبها لحد دلوقتي. نأمل بإذن الله انه يجيب معانا أمم أفريقيا وانه يوصلنا لكأس العالم، هم دول هدفين منتخب مصر، الصعود لأمم أفريقيا عمرها ما كانت إنجاز بالنسبة لنا، منتخب مصر مولود في أمم أفريقيا، احنا اللي بناخدها كده كده، فما تقوليش ان احنا صعدنا ان ده إنجاز بالنسبة لنا، لا ده العادي، احنا عايزين أمم أفريقيا، عايزين نوصل كأس عالم الأندية، وهم دول التحديين بالنسبة لروي فيتوريا وبالنسبة للعيبة. خلينا نقيم اللعيبة مع بعض. محمد الشناوي 9/10، عمل مباراة كبيرة، مباراة محترمة جدا، قدامه محمد هاني على اليمين، مباراة متوسطة من هاني 6/10، جنبي علي جبر 6/10، محمد عبد المنعم 8.5/10، مباراة محترمة، ولولا الفزلكة الزيادة ياخد 10/10 في كل الماتشات، المدافع الأفضل في أفريقيا. على الشمال محمد حمدي 6.5/10، مباراة كويسة، قدامه مروان عطية 7/10، حمدي فتحي 7.5/10، محمود حمادة 6.5/10، على يمينهم مصطفى فتحي مباراة كويسة جدا 9 أو 9.5/10، الأفضل في منتخب مصر النهاردة، مش عشان الهدف بس، لا عشان لعيب ممتاز عنده حلول، دايما الكرة في رجليه تشم ريحة الخطورة على طول. على الشمال مرموش النهاردة 7/10، وفي الأمام مصطفى محمد اديله 9/10، مع انه ما سجلش بس عمل مباراة كبيرة جدا. بالنسبة للبدلة نزل طارق حامد ما عملش حاجة، ما قدمش أي إضافة 6/10 عادي، إبراهيم عادل نفس الكلام 6/10، زيزو نزل في آخر المباراة نوريت، ونزل فتوح وسام مرسي كلهم نوريت، ما لحقوش إن هم يقدموا أي حاجة. ده كده بالنسبة لمباراة منتخب مصر أمام أثيوبيا، لايكات كتير لللايف وشير على قد ما تقدر، واستناني بكرة الساعة 3 على راديو أون سبورت إف إم بإذن الله، هتلاقيني في حلقة لمدة ساعة هنتكلم فيها عن كل تفاصيل الكرة المصرية والأفريقية والعربية والعالمية بإذن الله، هنتكلم عن حاجات كتير جدا، استناني الساعة 3 بالظبط على راديو أون سبورت إف إم، مستني كل إخواتي بعد الحلقة كده يقولوا لي آرائهم، لايكات كتير، شير على قد ما تقدر، روح على اليوتيوب اعمل اشتراك وفعل الجرس وفولو صفحتي على الفيسبوك عشان يجيلك كل جديد. سلام.